حياكم الله مجددا في أهلا. قبل الحديث عن موضوعنا القادم نضعكم في قلب الأحداث السعودية أولا بأول، وهذا الخبر العاجل المنشور في وكالة الأنباء السعودية واسل أخبار الملكية خادم الحرمين الشريفين، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024 إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج. وفي تفاصيل الخبر كما نشر في وكالة الأنباء السعودية، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وبناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حفظه الله بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024 إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج. ويأتي ذلك انطلاقا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين وحرصا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن امتدادا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022 للبلاد. من الأخبار المهمة جدا، الله يديم هذه القيادة الرشيدة الحكيمة المهتمة المتابعة لكل ما يخص شؤون المواطنين، ويكثر من نجاحاتنا إن شاء الله في مثل هذا الأمر وفي غيره من النجاحات في ظل كل التنمية العظيمة والازدهار الذي نعيشه اليوم. في هلا الأستاذ القدير طلعت حافظ كتب مقالا في صحيفة الرياض كان يتحدث فيه عن مجموعة من الحلول لمعالجة الازدحام الذي يحصل في المدن إجمالا، ويمكن يشاهد الجميع حالات الازدحام الحاصلة، وبالتالي الحديث والطرح عن مجموعة من الحلول المبتكرة دائما وأبدا هي من الأشياء الإيجابية المهم جدا الحديث عنها، الاستزادة فيها، الاستنارة بما يقدم فيها من آراء. اليوم ضيفي في الاستديو الأستاذ طلعت حافظ للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع. أستاذ طلعت مساء الخير وشكرا لقبولك. أهلا أخي مفرح، وأول شيء نبارك المستفيدين من حساب المواطن، يعني وكما قلت عن عناية الدولة الله يحفظها بمواطنيها. الحمد لله، يبارك لهم. الحمد لله. اليوم يعني في مقالك طرحت مجموعة من الحلول، يمكن على رأسها النقل العام، الاستفادة من النقل العام، بعض الثقافات في التنقل وفي المشاوير. ودي أخذ رؤيتك وقراءتك للمشهد. بس عشان نكون عادلين، أي مدينة أي عاصمة في العالم مهما عمل يظل مزدحمة. نيويورك عندك على سبيل المثال، باريس، لندن إلى آخره، طوكيو أو طوكيو، لأنه عادة دائما العاصمة الإدارية والعاصمة السياسية في كل أماكن في العالم ما يتوافد إليها من كل حد من الصوب في البلد للبحث عن عمل أفضل، جودة حياة أفضل، وهذا لا يقلل من بقية المناطق، لكن هذا طبيعة الحال. لكن لا يعني في نفس الوقت نقول والله زحمة وما يكون في حلول. فحضرتك بتقول ما هي الحلول يا أخطلات؟ الحلول أول حاجة أن يكون عندك نقل عام قوي ومتميز. والحمد لله نحن اليوم نعيش هذا الحل بإذن الله، لو مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام المشروع الطموح، والحمد لله بالنسبة لشقيه، طبعا هو من شقين، الحافلات شق والمترو الشق الآخر. الحافلات اليوم الجزء الأول اكتمل الحمد لله بمرحلتيه الأولى والثانية، يبقى علينا المترو إلا إن شاء الله نتوقع بإذن الله حسب ما قيل في الربع الأول من العام القادم العام الحالي 2024. بالتالي هذا سيحل جزء كبير. يعني اليوم لو أخذت مثلا أحد الحافلات بكل بساطة يمكن يزح لك 30-40 سيارة من الشارع أو من الطريق. ليه؟ لأنه كمان عندنا نحن إشكالية في طريقة قيادتنا. يعني أنت يعني حسب قيل بأنه 90% أو أكثر في ما نستخدم مركباتنا الخاصة. النسبة كانت تقول 93% وفقا للدراسة. لا أنا جايك في الكلام، 90% ما تبقى يبقى لأوبر ولسيارات الأجرة، يعني تقريبا أنت تقريبا 100% تستخدم مركباتك الخاصة. طيب طبعا لو أخذنا مثال مثلا في بريطانيا 30%، شوف لاحظ بين تقريبا 100% إلى 30%. لو أخذنا اليابان
12-13%. إذا أنت وجود نقل عام قوي زي مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بدون أدنى شك سيخفف من أعداد المركبات في سواء في الرياض أو في غيرها حقيقة يعني. وأيضا المترو زيت الخير خير على ما قالوا. هذا واحد. أعتقد أيضا التخطيط يعني كمان يعني هو شوف هي مسؤولية مشتركة حقيقة بين البلديات والأمانات صحيح، مسؤولية مشتركة بين إدارة المرور كيف هي تدير الحركة المرورية صحيح، لكن هي مسؤوليتي أنا وأنت كمان شايف كقائدي لمركبات يكون عندنا تخطيط. يعني لما أنا أطلع من بيتي من إلى مكان معين أجب أن أعرف وين أخطط وين رايح وأسلك الطريق اللي هو يكون أقل ازدحاما. واليوم على ما قالوا شيخ جوجل ما خلى شيء، يعني جوجل الناس يتوقعوا يوريك وين تروح، لا جوجل يوريك وين تروح لكن ما هي أفضل الطرق وأقل ازدحاما. فأعتقد أيضا نحن مسؤولين كمواطنين كرام ومقيمين كرام تخطيط للرحلة وأقصر الطرق ونبتعد عن الازدحام المروري. جميل. هناك حلول أخرى إذا طيب. لا أباخذ جزئية من المقال المنشور لك في صحيفة الرياض. تقول فيه كذلك يعني كنت تتحدث عن بعض الأسباب، تقول وكذلك القيادة غير النظامية التي لا تراعي أبسط السلوكيات والأنظمة المرورية المرعية التي تخفف من حدة الازدحام وما يعزز من ذلك ما أكدت عليه مخرجات إحدى الدراسات التي أكدت على أن ما نسبته 93% من مسببات الازدحام والحوادث المرورية أسلوب قائدي المركبات لمركباتهم. إيش تعليقك على هذه النقطة؟ تعليقي أنه دائما يعني ما يتسبب في المرور حقيقة وفي الازدحام المروري وفي الحوادث المرورية هي ثلاثة عناصر معروفة للكل، إما المركبة تكون جزء أو الطريق وجودة الطريق والسائق نفسه. جميل. فأعتقد أيضا جزء من الموضوع أيضا سلوكياتنا حقيقة في القيادة يجب أن تتحسن. نعم الأنظمة المرورية تحسنت كثير، الغرامات تحسنت كثير، لكن يجب أن نخلق حقيقة ثقافة مرورية في طريقة القيادة. يعني اليوم ما نرى حقيقة أخوي مفرح في الشوارع سواء في الرياض أو في غيرها، أنا أقصد الرياض أنا أقصد بشكل عام، مزعج حقيقة في قيادة المركبات سواء كان يتعلق بالسرعة سواء ما كان يتعلق في التنقل من بين الخطوط إلى آخره. فأعتقد نحن أيضا مسؤولين حقيقة عن هذا الازدحام. أيضا ما يسبب الازدحام ممكن تلاحظه وأنا ألاحظه بشكل يومي وقوع حادث معين في طريق ما، احيانا الحادث بسيط جدا لا يستوجب حقيقه انك انت تعطل هاي واي مثلا زي طريق الملك فهد او تركي الاول شيء. واليوم المرور سهل عمليا انك انت ممكن تصور بالجوال وترفع تقرير، فهذا ايضا سلوكيات حقيقه غير مرغوب فيها بالذات في الحوادث الخفيفة. جميل. أيضا جزئية من المقال تقول فيها ومن بين الرسائل المطمئنة كذلك التي بعث بها أمين منطقة الرياض، أنت هنا تشير إلى لقاء الأمين مع برنامج في الصورة في روتانا مع الأستاذ عبد الله مديفر، تقول قرب اكتمال مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام الذي سيوفر خيارات وبدائل للنقل بالمدينة، سيما وأن المشروع يتكون من 6 خطوط مترو لخدمة 84 محطة و80 خط للحافلات لخدمة 3000 محطة. هذا الموضوع يطرح كثيرا. تمام. سؤالي هنا كيف تقرأ المشهد بعد اكتمال مشروع النقل العام؟ هل نتوقع استخدام جيد من المواطنين والمقيمين إلى النقل العام بحيث أنه يخفف من بعض الازدحام المروري الموجود ولا لا؟ علشان هذا يتحقق أيضا إيش اللي نحتاجه؟ أولا حقيقة أثني على يعني المقابلة الجميلة جدا مع سمو يعني الأمير عبد العزيز فيصل بن عبد العزيز بن عياف، حقيقة كانت شفافة لأبعد الحدود، أنا تابعتها وكلنا تابعناها طبعا دون أدنى شك. يفترض أنه يخفف، لأن تكلم أنت على 6 مسارات لو عملت بكامل طاقتها. على فكرة مترو، يمكن هذه معلومة يمكن ما يعرفها الجميع، مترو الرياض المترو الأعظم والأكبر على مستوى العالم كله قاطبة، بأطوال أكثر من 172 كيلو طولي، أطول مترو في العالم، و6 مسارات. ترى العالم ما تشتغل 6 مسارات دفعة، تشتغل يمكن مسار بعد كم سنة نسيهم، يعني جاية بمراحل حقيقة جميلة وبتخدم لك 84 محطة، فهذا مترو كبير جدا. أيضا حافلات زي ما حضرتك تفضلت وفي المقال عندك 80 يعني حافلة بتخدم لك أكثر من 3000 ستيشن أو طريق أو مكان. هذه دون أدنى شك أنها ستخفف بإذن الله من الزحام، لكن أنا أعتقد نحتاج نحن يعني نحفز الثقافة النقل العام.
انه خلينا واضحين نحن كسعوديين وخليجيين بشكل عام، في الحمد لله ربنا ينعم علينا بالخيرات وكذا، وعندنا يمكن كل بيت اليوم، انا ما ادري، انا اتوقع كل بيت اليوم معه صحيح قياده المراه وقياده الابناء، يمكن في المتوسط اكثر من سيارتين، انا متاكد الكلام ده كله. فيجب اعتقد نحن نؤهل الان ونزرع ونغرس ثقافه النقل العام، انه انت مفرح وانا طلعت ما يمنع نركب نقل عام، مش مشكله. ليش نحن نركب نقل عام مترو في لندن وفي باريس وما نركبه في بلدنا؟ لانه الثقافه هنا بتفرض عليك، يعني البعض للاسف قد ينظر الى النقل العام انه والله مفرح ما عنده امكانيه، انه لا، مفرح عنده امكانيه، بس لكن مفرح او طلعت يجد انه النقل العام اسهل طريقه. يعني انا مثلا لو اخذ حافله واخذ مترو يوديني في ربع ساعه بدل ما اخذ المشوار في نصف ساعه، وسيارتي ويمكن اصرف بنزين وزيت وما نعرف ايش، يمكن يعني قيمه تذكره حقت النقل العام سواء مترو او حافله توفر ترى علي اشياء، توفر لي عمر السياره، صحيح والله توفر علي وقود، توفر علي صيانه للسياره، واسرع أسرع طريقة للوصول إلى، خاصة مع تعدد الخطوط الموجودة اليوم وأماكن التوصيل، يعني بمعنى أنه مع عمل المترو إن شاء الله من المحتمل الكبير جدا أنه أغلب الجهات العملية يكون واصل لها المترو. هذا ما عندنا شك، يعني أنت بتكلم على 80 محطة، بتكلم على 3000 محطة أو موقع روح له. بعدين اليوم عندما تشوف الحافلات، والله أنا زرتهم حقيقة بنفسي، يعني طلعت بعيني الحافلات من أروع ما يكون، من أحدث الحافلات الموجودة حقيقة يعني. وأيضا مترو، أنا اطلعت على المترو، بعض المترو بنفسي، يعني جميلة جدا، حتى في جزء منها يعني لرجال الأعمال، وكانك في الطيارة حقيقة يعني، فيها واي فاي وفيها كل التجهيزات. فليش أنا، وبعدين أعتقد الآن أنت ممكن تقود سيارة مركبتك إلى المحطة، توقفها، تأخذ الحافلة، ترجع تلاقي سيارتك، لكن المسافة أقصر بكثير عندما تقود سيارتك إلى جهة. في مشهد ثاني أنا أتصوره وبقوله لك وقل لي وش رأيك فيه. اليوم إذا وصلنا إلى المطار، إلى مطار الملك خالد في الرياض، دائما إذا سافرنا ورجعنا صحيح، نشوف فيه مكان للمترو، محطة المترو الموجودة في المطار واللي توصل إلى أماكن كثيرة في الرياض. من الممكن بعد تشغيل المترو أنه الأشخاص الجايين لمهمات عملية للرياض لمدة يوم أو يومين ما يستخدموا السيارات، يعني ممكن يستخدم المترو، يأخذوا من المطار إلى الجهة اللي فيها العمل مباشرة أو قريبة جدا منها، ويرجع عن طريقها إلى المطار ويسافر مرة ثانية. هذه الصورة متوقعة؟ هذه متوقعة اليوم، نحن مو متوقعة، نحن اليوم عايشينها. يعني أنا بالأمس كنت جاي من المدينة المنورة إلى جدة، وقطار الحرمين في مطار الملك عبد العزيز، يعني جميل جدا أنك أنت في نفس المطار، ممكن حتى لو عندك طيارة وكذا من القطار للطيارة على طول. كيف كان مسار رحلتك مع اشرحها لنا بالتفصيل. والله جميل، نقولها للناس اللي ممكن يسافر. والله ما انت طلعت يعني من مطار المدينة. انا طلعت من مطار الملك عبد العزيز المدينة بقطار الحرمين، ويأخذ ساعة وخمسة واربعين دقيقة لو بدون توقف في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. غير كده انه على الوقت، يعني ابد عقربين الساعة على بعض هو يتحرك، ما في أي تأخير. يعني مثلا افترضنا القطار الساعة 8 من ساعة وخمسة واربعين وانت واصل. طبعا هو قطار سريع، يعني تصل سرعة القصوى إلى 300 كيلو في الساعة، بس أنت لا تحس بكل هذه السرعة وأنت جالس جلسة جميلة. لكن معليش خذني لرحلتك من البداية، أنت سافرت من مطار المدينة إلى مطار جدة؟ لا، أنا سافرت من مطار الملك عبد العزيز للمدينة بالقطار. بالقطار، وعدت من المدينة المنورة لجدة بالقطار، وكانت رحلة ماتعة، كأني في طائرة. يعني حتى طريقة الخدمة، طريقة المأكولات، الراحة التامة أبدا. أنت قبلها على الأرض. قبلها طريقة الحجز كيف كانت؟ طريقة الحجز كله عن طريق الموقع. عن طريق الموقع. الأسعار كيف كانت؟ والله الأسعار هو طبعا ينقسم إلى درجة الأعمال وينقسم إلى درجة الضيافة، مثل الطيارة. طبعا هو يعتمد الأسعار تتفاوت يبدو لي في أوقات معينة، إذا كان أوقات ذروة وكذا، لكن بصرف النظر جميل، يختصر المسافة زي ما قلنا ساعة وخمسة واربعين دقيقة. يعني يمكن أنت لو طلعت المطار، وقت الانتظار في المطار، وطلعت الطيار صحيح والله، ومدة الطيار الطيران، ونزلت في المطار، يمكن أنت وصلت إذا حسبت الوقت الإجمالي ككل. الوقت
انت نزلت وقيس عليها النقل العام في بقيه الـ 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 وقيس على ذلك بقيه يعني يمكن نحن تاخرنا صحيح في بعض الشيء في النقل العام لكن يعني لحقنا بما هو احدث. يعني اليوم انا اقول لك من اطول خطوط مترو على مستوى العالم ترى هذه ما هي سهله ها؟ وافضل ما يعني مقصورات وقطارات زي قطار الحرمين الشريفين وايضا قطاع المشاعر يعني نموذج جميل جدا آخر للنقل العام. جميل. جزئية أخيرة أيضا في المقال أنت تحدثت عنها، كنت تقول ومن بين الحلول كذلك التي تحدث عنها الأمين والتي جاري العمل عليها حاليا مشروع التحسين من جودة الطرقات الذي اعتمد له سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله مبلغ 4 مليارات ريال، وكذلك اكتمال مشروع المواقف العامة مما سيساهم في التخفيف من حدة الازدحام المروري في المدينة. تعليقك. هذا صحيح، لأنه يعني برضو حسب ما قال سموه أنه هناك ببعض الطرق المحورية اللي هي بحاجة إلى التحسين، لأنه جزء قلنا أحيانا من الازدحام هو جودة الطريق. فحسب المقابلة ما أذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه واحد من هالطرق، ترك الأول واحد من هالطرق، فهذا بدون أدنى شك حيحسن الموضوع. طبعا نحن نعاني حقيقة من المواقف، يعني تلاقي وهذا دائما نشوفه في الطرقات أحد يوقف في مسارات الأساسية للطريق لأنه ما في مواقف. فأعتقد الآن دخولنا في مواقف ذكية متعددة الأدوار إلى آخره 4 مليار حتحسن كثيرا من طرقات إن شاء الله. أستاذ طلعت شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في يا هلا، وأنا محتفي بصراحة بعودتك ضيف معنا في البرنامج وإن شاء الله تستمر اللقاءات. أنت بس قل لي تعال ونرجع. شكرا جزيلا من نبلك وأخلاقك وحضورك دائما إضافة حقيقية لنا. شكرا للأستاذ طلعت حافظ. وبعد هذا الفاصل سنأخذكم إلى ثقافة صحية نحتاجها جميعا في حساب السعرات الحرارية، خليكم قريب.